سيدات السادة المشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. من يريد أن يدافع عن العراق وشعب العراق عليه أن لا يترك البلد ويهرب ويقاتل من خلف القارات والبحار والمحيطات وهو جالس في شقة من شقق الدول التي رأفت بحاله وأمنت على حياتي وحياة عائلتي. الأقوال تحتاج إلى أفعال. حصل للاحتلال وجاءت الصفحة الأخرى من مقاومة الاحتلال. في بداية الاحتلال الناس المطلوب منهم أن يقوموا بمقاتلة المحتلين والدفاع عن العراق أول من هربوا وشردوا وتركوا الشعب والبلد وتركوا كل شيء. ما خف حمله وغلى ثمنه حملوه تحت أبطهم وخرجوا. والآن يدافعون ويقاتلون ويصدرون بيانات ويخونون هذا ويكفرون ذاك ويعطون شهادات بالوطنية لهذا وشهادات بالعمالة لذاك. أوراقكم مكشوفة وكل ما تقومون به مدون والتاريخ لا يرحم. هناك مرابطين منذ 2003 ولحد الآن في الساحة، هناك من قاوم واستشهد، هناك من غيب، هناك من اعتقل، ترملت نساء، تيتم أطفال، ثكلت أمهات أبنائها، هناك قرى وأرياف وأحياء شاهدتم بأم عيني وأنا في طريقي بين الموصل وبغداد ملابسهم موشحة بالسواد كله أسود. وقفوا مواقف مشرفة هؤلاء الرجال النشامى، لا أحد يستطيع أن يجاهد عليهم، لا أحد يستطيع أن يقول عليهم هذول غير وطنيين. بدلا من أن تنبرون وتحاولون تسعرون في مواجهة الكاشفين عن العملاء، كان الأحرى بكم أن تشيدون بالوطنيين الشجعان وبالمقاتلين الشهداء وتفضحون العملاء، لكنكم لأنكم مثلهم في العمالة تريدون تغطون تسترون بشعارات مختلفة، تخلون صورة صدام حسين خلفكم بالبروفايلات بالفيسبوك وكذا وتحشون المرحوم الشهيد صدام حسين. طيب أنتم تعرفون شهيد صدام حسين؟ صدام حسين طلع على حبل المشنقة وأدى الشهادتين وانطى رسالة للعالم كله، رسالة واضحة وصريحة، مشيتم على خطى أنتم سرتم. طيب هناك مسؤول شؤون العشائر برئاسة الجمهورية، أول واحد انهزم، انهزم هو ولد عمه وربعه، بعد ما انطوا ضمانات وأمان رجع سلم نفسه لأحمد الشلبي. ليش؟ هذا ما عنده مبادئ، ما عنده قيم. انت دزك الرئيس تروح على شيوخ عشائر تنخاهم حتى يقاتلون، زين هذول من شافوك انت انهزمت وسيبت الساحة، شلون تدهم يقاتلون؟ معقولة يعني هذا الشيء؟ وكثيرين يعني مثل امثال هذا الشخص. مو بس هذا، يعني واحد يترك عائلته أولاده وأطفاله وبناته وينهزم يشلع بعدين يرجع يروح يسلم وثائق للشلبي وإصرار ويحكي بالوطنيات ويخون هذا ويكفر ذاك ويحكي بشرف هذا وشرف ذاك وهو ما عنده ذرة من الشرف الوطني. زين مواقف المحافظات الغربية الشمالية، يعني نقدر نقول الموصل وصلاح الدين والأنبار
في بداية الاحتلال اتفاقيات استسلام. يعني أنا الآن راح أذكر بما يعني تحدث به الشيخ خلف العيان في إحدى لقاءاته، وشرح به كيف أن الشيوخ الأنبار اتفقوا على إرسال وفد تفاوضي إلى الأمريكان بهدف إعلان الأنبار محافظة محتلة بدون خوض أي مقاومة. هذا مواقف الشيوخ، هذا موقف واحد من الشيوخ. قد نأتي على يعني بث صوتيا هذا الكلام إذا ما أتيح لنا. شيخ مضر الخربيط اللي الرئيس راح عنده ودفعوا 22 شهيد، الناس مواقفهم يعني هذه سجلت لهم تاريخيا، أيضا يذكر بكل صراحة، يقول بأن مجموعة من شيوخ العشائر في الأنبار تفاوضوا مع الأمريكان من أجل عدم دخول المدينة، ووقعوا على وثيقة الاستسلام بشروط فرضها الأمريكان. طيب هذا الكلام ينسجم مع ما قالوا خلف العليان وآخرين كثر. قنوات عربية خليجية بالذات قدمت تقارير أعدتها أثناء دخول القوات الأمريكية لمدينة تكريت، حيث أن أهالي تكريت تركوها فارغة، وهي مسقط رأس الرئيس صدام حسين، وبيها مدينة العوجة وبيها كذا. زين، وشفنا قصص كثيرة وما قالوا جنرالات أمريكان ومسؤولين أمريكان في محافظة صلاح الدين تكريت، الفرقة الرابعة اللي كان هذا أوديرنو وكان مع هذا ستيف راسل، وكان وطلعوا مذكراتهم وتحدثوا. كشفنا هاي المذكرات، مبررنا العملاء والخوانة والجواسيس برمي غسيلة من الوسخ علينا. أنا أؤكد وأقول دائما موقفي قبل الاحتلال واضح ومعروف، الجوانب الشخصية على حدة، لكن نحكي على الجوانب الوطنية. لم أكن بعثيا، ولم أكن مسؤولا في الدولة، ولم أكن من المنافقين والهتافين ومن المستفيدين الذين أخذوا ما أخذوا. بعد الاحتلال صديت للمشروع الأمريكي بالعراق ولأدواته لحد هذه اللحظة. هذا أنا ثوبي وهذه صفحتي واضحة. فمحاولات الطعن والتشويه والدس بقضايا أمور شخصية ما لها علاقة بالموقف الوطني هاتوا ولديكم عني. أما إن فعلت وسببت فلان ولعنت فلان هذا شيء خصني، ابتزاز هذا شيء خصني على فرض هذا الأمر، وخسئ وخاب فألهم هؤلاء الذين يصفون بهذه الأوصاف. دائما أؤكد وأكرر وأعود وأقول، من تعرض إلى ابتزاز ليتفضل أستضيفه وبملء فمه وليكشف أي ابتزاز هذا. ما عندهم شيء يستطيعون أن يدمغون سمعة وصفحة وشخصية سليمان الجبوري، فيحاولون بشتى الوسائل والطرق الإساءة له من خلال هذه الترهات. فنعود إلى المدن اللي استسلمت، من اللي سلمها؟ شيوخها. طيب هناك مكتب شؤون عشائر رئاسة الجمهورية، وكانوا يتابعون وعدهم بالسنة 20 مناسبة 30 مناسبة هدايا وعطايا ومنح وهبات وأسلحة وسيارات وأراضي وسفر خارج العراق وتطبيب وعلاج. مباشرة بعد الاحتلال وقعون اتفاقيات استسلام عيني عنك علنا. طبعا هذا الرجل المظهر الخربيط ده يتحدث، الشيخ خلف العيام اللي شاركوا العمل السياسي ده يتحدث، وأنا شفت بعيني شيوخ العشائر والقبائل بمحافظة اثنين وشون راح يركضون على المحتلين بالمطار ومنطقة النادي الاجتماعي بالموصل، واجتماعاتهم مع الأمريكان والتعاون مع الأمريكان والبراءات من حزب البعث وسب وشتم النظام السابق. هاي المحافظات الثلاثة سميت بالمحافظات البيضاء لأنه ما جرى بها قطرة دم، واستسلمت بدون إراقة دماء بدون إطلاق طلقة واحدة.
لكن هل بقيت هذه المحافظات بيضاء أم أنها انتفضت وتصدت للمحتلين؟ يعني سرعان ما انطلقت شرارة المقاومة بالموصل والأنبار وصلاح الدين وديالة وكركوك بالوقت اللي توقفت نهائيا في مدن الوسط والجنوب. هذه حقيقة، أغلب أو الغالبية من أبناء الوسط والجنوب ناس راحوا وانتموا إلى أحزاب، إلى ميليشيات، إلى جيش، إلى أجهزة أمنية، انخرطوا زين وأسسوا الجيش العراقي الحالي، نواة الجيش العراقي الحالي بعد حال الجيش العراقي السابق زين، صارت مدنهم آمنة وما عندهم أي مشاكل. أيضا في شمال العراق في سليمانية ودهوك وأربيل طبعا موقفهم واضح، وكانوا الأمريكان قاعدة أمينة لهم يتجولون و يعني يروحون يجون. أنا شايف الأمريكان بالمورات بدهوك وبربيل هو وبندقيته وبتراكسود وكذا وباستراحة ماله يتجول بداخل هذه المدن، لكن سرعان ما انطلقت شرارة المقاومة في الموصل اللي أهل أبلة وبلا حسن. هؤلاء الشباب الخيرين اللي ما كان عندهم مصلحة مع النظام السابق ولا كانوا منتمين للنظام السابق يعني بنسبة 90%، ثم بصلاح الدين ثم بالأنبار، مواقف مشرفة تسجل لهم. يعني الفلوجة قدس أقساس العراق، مدن العراق، معارك الفلوجة ومواقف أهل الفلوجة هذه ما تنسى، ولا أحد يستطيع أن يزايد على أهل الفلوجة. وكان الرئيس صدام حسين يعرف يعني قبل ما ينأسر وبعد الأسر هو بالسجن كان تصل الأخبار، وكان يسمع بإذنه أيضا أصوات الانفجارات والقنابل على قريب، لأنه كان منطقة الرضوانية وقريبة كلش على الفلوجة. فأعود إلى شيوخ العشائر. شيوخ العشائر هؤلاء كان المفروض بهم يحشدون ويقفون وقفة عز مشرفة ويسجلون لهم موقف تاريخي. يعني الشيخ غازي الحنش رحمه الله، شيخ عشيرة الطي، تم اغتياله من قبل المسلحين. هذا الرجل تعرض للاعتقال، الأسر والتعذيب، هو وابنه صباح، شيخ صباح وشيخ صفوق، وجه تحية للشيخ صباح وشيخ صفوق طبعا من هذا المنبر، وظلوا ثابتين على العهد. وهذا الشيخ يعني إمارة طيب العالم كله، مو بس بالعراق أو بالموصل، حتى أنه لم يكن راضيا عن قيام الفريق أول ركن سلطان هاشم رحمه الله بتسليم نفسه للأمريكان، ما كان راضي. وكان زمان وقتها كان بالأردن الرجل، وأنا سمعت بهذا الشيء، لكن الصدفة الظروف اللي جعلت الأمور تكون بهذا الاتجاه. فيذكر قيس النامق عندما كان مسجون في أبو غريب بالمحاجر بالذات، وكان معنا الشيخ غازي الحنش، وكان معنا ابن صباح، وكان معنا صفوق، يقول ساوموه وطلبوا منه أن يعني طلعوه وينطوه امتيازات يروح بس يتفاوض مع أهل الفلوجة ويسكتهم ويوقفهم، لكنه رفض وما قبل. هذا موقف يعني الله يرحمه يسجل له. وين الفرق بين شيوخ الذل والعار اللي تعاملوا مع المحتلين وبين هؤلاء الذين تصدوا لمشاريع الاحتلال؟ أيضا هناك رجال دين، رجال الدين هؤلاء هم كانوا مستفادين، ويعني كانوا على المنابر بيدوا بندقية وبيدوا سيف والله أكبر وحي على الجهاد. يعني ناخذ مثلا عبد اللطيف هميم،
هذا 360 درجة انقلب أبو البنك الإسلامي، وكانت الأسلحة الدولة مخليها عنده أسلحة، انهزم على سوريا وقال خانوني وأخذوا السلاح وكذا وراحوا تعاملوا معك. طيب أنت أول واحد اللي خنت، والآن عندك شغلة وقف سني وما شاء الله عليك فقيه وعالم، لكن ما هي الفائدة يعني؟ تاريخ يسجل يا دكتور عبد اللطيف ابن هميم، شتانة ما بين موقفك وبين موقف الخربيط وبين موقفك وموقف الشيخ غازي الحنش رحمه الله. تاريخ لا يرحم، وصفحات التاريخ تكتب الأبيض وتكتب الأسود، سجل هذا وسجل ذاك. أيضا ذكرت في حلقة سابقة، أخذت نماذج عن هذول المنافقين والمتلونين. هناك شخص رفحاوي كان ضابط عسكري ملازم أول احتياط، خريج فنون جميلة، هذا معروف بمواقفه، هرب وراح إلى دولة أوروبية. بعد الاحتلال جاء مستشار وزارة الدفاع، صار رتبة عميد وأخذ يتبجح وصور وهذا رتبة عميد ودرس أخذ دكتوراه. طيب مشكلة وين؟ هذا الشخص على أساس معارض للنظام السابق، سبحان الله انقلب صار قيادي بحزب البعث ومكتب ثقافة وإعلام ويكتب مقالات. إذا حزب البعث كان مشتث وقانون تجريم البعث، طيب انت شلون جيت للعراق وبقيت لك عدة سنوات واخذت رتبة عميد عملت لك وانت ملازم اول احتياط حسب ما عرفت من احد الاخوة، واخذت لك شهادة دكتوراه، طيب ليش ما اجتثوك؟ ليش ما حاسبوك؟ كيف صدفوا لك هاي الاموال واعتبروك من السجناء السياسيين او من جماعة جمعية المتضررين السياسيين، واخذت ملايين الدولارات واشتريت شقق بعدة دول، زين بالدولة اللي انت تقيم بيها والدول اخرى، والان عندك على اساس مشروع سياسي لتحرير العراق، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك مرة باسم عبد الوهاب المعيني ومرة باسم علي مدري ايش، تضحك على نفسك لو تضحك على الشعب، لو تضحك على الناس اللي جابوك حصان طروادة أنت وأمثالك كثيرين. أنت لو رجل شجاع تظهر باسمك وبصورتك وتتحدث، ليش تتخمص شخصيات وتروح الشق أسفين، تضع أسفين بين كوادر البعثيين، تنصر هذا على هذا وتنصر هذا على ذاك وتعمل مشاكل وحصلت على مرادك بتوجيه ودعم من أسيادك في بغداد المحتلة، وتجي تركب موجة وتعمل لك تصوير، شوفوني وأنا أصور عند ما صارت انتفاضة تشرين، ثورة تشرين، تصور نفسك بساحة التحرير راكب لك بستوتة، شوفوني يعني ذاك زين. شلون جيت العراق؟ ليش ما قبضوا عليك؟ مو انت عضو مكتب ثقافه واعلام قومي واسمك معروف وتكتب زين، قلمك يلمع، ليش ما القوا القبض عليك؟ ليش ما شثوك؟ هذه الملاعيب بطلوها. وعلى قياده البعث ان تنتبه من هؤلاء، على قياده البعث، ما اعرف اي قياده منهم باي اتجاه والله، لانه صارت قياده قيادات، لكن نقول على قيادة البعث الشرعية، قيادة البعث الشرعية أن تنتبه من هؤلاء، تكشف
اوراقهم مكشوفه، تساله تقول له انت منو يابا اللي دزك؟ يقول انا رحت مكلف تكليف. طيب انت منو اللي كلفك؟ منو اللي دزك يابا؟ وشنو صلاحيته اللي دزك؟ ومنو سمح له؟ وبمن مرتبط هذا اللي دزك؟ وهذا اللي دزك ينفي يقول انا ما لي علاقه. طيب وش سويت انت يعني مثلا؟ رحت بتكليف يعني غيرت النظام، رحت عدت التنظيم. هاي السنوات اللي قضيتها داخل العراق وحصلت على امتيازات ما يسمى بحقوق الرفحاويين، ودرت راسك ورجعت على البلد اللي منحك الجنسيه، والان قاعد تعمل فتن ومشاكل وتستقبل، كنت تستقبل اذا تذكر في بيتك وفي اماكن الليالي حمراء لهؤلاء اللي كانوا ياتون حتى يغطون عليك. زين، انا احذر كل العراقيين الوطنيين الشرفاء اللي في خندق المعارضه، معارضه النظام الحالي، ان ينتبهون من هؤلاء الجواسيس والعمارة والخونه اللي فايتين بياناتهم و يتجسسون عليهم وينقلون للنظام ما يحصل وما يجري. والله كل شيء مكشوف، كل شيء مكشوف، ما التنظيمات غير مكشوفة، بكل دول العالم التنظيمات مكشوفة بفعل هؤلاء الجواسيس. واحد بنشرشي بأمريكا عنده هم حرف الدال، هذا هم رفحاوي أيضا عضو وكتر ثقافة وإعلام، ويتحدث لي بحزب البعث والشعارات ومعربية واحدة ودي حرر العراق، قاعد غسل وتشحيم وبنشرشي بإحدى الولايات الأمريكية. يعني حالة يرثى لها، شو كنت تصحون؟ شو كنت تفهمون اللعبة؟ حول ما يجري هكذا يتحرر العراق بهؤلاء الخونة والعملاء والجواسيس؟ يعني أمر مريب. الآخر كان عميد ركن يعني بالجيش العراقي، طلع لي أسباب يعني ما أنا بالنسبة لي ما أعرف شنو الأسباب، طلع تقاعد، طرد، إبعاد، فصل، يعني وراء الاحتلال مباشرة راح اشتغل ويا المحتلين، وصار على أبناء شعبه أكثر من المحتلين قسوة وعنف. وهذا كان عضو فرقة تشفوه جماعة النظام الحالي، فدخلوه بقانون الاجتثاث طلعوه، انضربت مصلحته هو، لو ما طلعوه ما يدير بال، كثيرين مثله موجودين زين ما حد جايهم، لكن هذا لأن انضربت مصلحته شلع راح على دولة أوروبية مع هذا صاحبنا الرفحاوي الآخر اللي تحدثت عنه قبل قليل، اللي مرة يسمي نفسه عبد الوهاب المعيني وموت نفسه لعبد الوهاب وجاب واحد اسمه علي ما أدري إيش زين، و قاعد ينظر ويفلسف، يوم عنده التيار الاشتراكي القومي البعث المدري ايش، ويوم يشتغل مع فلان شيخ بتركيا والشيخ يطرده ويروح يشتغل مع فلان، وكل يوم يتقمز بمكان، وهو عميل عميل زين، يعني يشتغل مع المحتلين لسنوات يشتغل ويقتل ابناء المدينه. يعني انا راح اقرا لكم حقيقة، أقرأ لكم تقرير واحكموا على هذا الشخص. حتى أختم الحلقة هذه بهذه النماذج اللي راح نحرر العراق بهم ما شاء الله. هذا تقرير مقدمه طبعا منح نفسه رتبة لواء، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السيد مدير وزير الدفاع المحترم، الأوضاع في منطقة المدائن ليس بخافيا على سيادتكم، راح أعرضكم ولا التقرير ماله. المهم تقرير يعني بإساءة كبيرة إلى الشعب العراقي، وموقع بها اللواء الركن ومؤرخ يعني أيضا ب 25/9/2005. إن شاء الله أعرضكم إياه هذا حتى تعرفون حقيقة هؤلاء البشر وكيف يرتدون ثوب الوطنية وهم عملاء. ألتقيكم في
في حلقة أخرى جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.